الدكتورة إيفلين جورج أندراوس والسادة الحضور وأستاذنا يوحنا كامل لسماع المحاضرة الهامة جدا في الفن القبطي في البورتريه عند الأقباط في القرون الأولى. تعتبر محاضرة متخصصة جدا، والدكتورة إيفلين جورج أستاذة الفن في جامعة حلوان وأيضا أستاذة الفن في معهد الدراسات القبطية، وأنا أتشرف إن هي كانت مشرفة على رسالة الدكتوراه والماجستير قبل كده برضو الخاصة بضعفي. إحنا بنقول لها أهلا وسهلا مكانك، وطبعا عاوزين نعتزي من العلم الغزير في مجال الفن القبطي من الدكتورة إيفلين جورج، وأهلا وسهلا بنحييها وبنقول لها أهلا وسهلا مع بعض. يسعدنا اليوم تشريف حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس منطقة شرق السكة الحديد ورئيس مركز بيلمباس للتراث القبطي وعميد معهد الأرشيدياكون حبيب جرجس للدراسات اللاهوتية وعضو لجنة التاريخ القبطي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. حضرات السيدات والسادة الأفاضل الحضور الكريم، سعدنا بتشريفكم لنا. يقدم مركز بيلمباس للتراث القبطي بخالص الشكر والتقدير للأستاذ عماد إسحاق الصحفي والفنان المتألق بجريدة وطني على تغطية محاضرات المركز، كما نشكر الأستاذة سناء فاروق الصحفية والإعلامية الرائعة بجريدة وطني على سرد وإبداع قلمها في تغطية المحاضرات بالمركز. شكرا لكم. أما محاضرة اليوم سوف تقوم بعنوان فن البورتري عند الأقباط في القرون الأولى، والتي سوف تلقيها علينا الأستاذة الدكتورة إيفلين جورج أندراوس صليب، دكتوراه في الفن القبطي من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وأستاذة الفنون القبطية الأثرية بمعهد الدراسات القبطية، كما شاركت في العديد من المؤتمرات في مصر وخارج مصر، كمؤتمر الرابع عشر للدراسات القبطية بكندا 2021. فبرجاء الترحيب الحار لسيادتها. شكرا يا سيدنا، وربنا يديم حياتك سنين مديدة بتعلمنا، وإن شاء الله التراث القبطي هيكون ليه مكانة كبيرة بنيافتك ومجهودات نيافتك. في البداية أنا مش عايزة أطول كتير، أنا في مصطلحات فنية هحاول أبسطها، وحبسط كل الكلام اللي أنا كاتباه طبعا بالمصطلحات الفنية اللي كنا بنتعلمها في كلية الفنون الجميلة. بالنسبة لفن البورتري، أنا لازم في الأول أعرف فن البورتري. إيه هو فن البورتري؟ كلمة بورتري دي كلمة فرنسية، وهي فن رسم الأشخاص سواء لوحة مرسومة أو صورة شخصية. يعني لو أي حد تصور صورة فوتوغرافية ممكن أسميه ده بورتري، ولو تمت لشخص بالمواجهة يعني من الأمام، يعني بيرسم الشخص من الأمام. أنا بس ده تعريفها لغويا، لكن احنا في كلية الفنون الجميلة بنرسم البورتري من الأمام، وفي حاجة بنسميها التروكار اللي هو لا من الجنب ولا من المواجهة. يعني ممكن يكون الجزء في المساحة أقل من الجزء ده بسميه التروكار اللي هي التلات أرباع. وطبعا بالبروفايل يعني جانبي، يعني أنا ممكن أرسم بورتري من الجانب. القصد من البورتري ده ان انا برسم شبه شكل انسان وشخصيته. يعني انا لما باجي ارسم بورتري لازم اكون عارفة اللي قدامي كويس عشان اقدر اعبر عن شخصيته. اذا كان انسان جاد بتطلع في البورتري،
إنسان، ملامح إنسان طيب. حتى الشخصيات الشريرة بتبقى ليها ملامح حادة، يعني ممكن أعمل الحاجب مرتفع شوية، لكن الحاجب لو كان مستقيم كده بيديني طابع شوية في بساطة وطيبة. أنا طبعا أنا كنت مجهزة كلام بس علمي كتير، بس أنا حسيت إن أنا عايزة أشرح بطريقة بسيطة جدا عن فن البورتريه عشان الناس تفهم إيه الفن ده. وبرضك فن البورتريه بيتكلم بيوضح مزاج الشخصية، إذا كانت سعيدة حزينة، كل ده بعبره في الإيه، فن البورتريه. أنا كده عرفت فن البورتريه بطريقة مبسطة خالص. ودايما فن البورتريه بيترسم من وجهة نظر الفنان. يعني إيه؟ يعني أنا إحنا في الكلية لما كنا بنرسم بورتريه بيبقى فيه موديل، يعني شخص بنرسمه. هتلاقي إحنا مجموعة زمايل كل واحد خد من زاوية معينة ورسم الموديل، هتلاقي كل واحد فينا عبر عن الموديل ده بطريقة مختلفة. وكانوا دايما زملائي يقولوا لي انتي دايما في شبه منك لما برسم موديل سيدة او كده، يقولوا لي احنا بنحس ان في ملامح بتاعتك موجودة فيه. يعني الفن ده مش سهل، ده حاجة يعني ربانية، ان ربنا يدي القدرة للفنان انه يقدر يرسم بورتريه، انه يقدر يرسم شخصيته، يقدر يرسم حاجات جوانية جواه. طبعا عند الأقباط مفهومة في القرون الأولى. القرون الأولى احنا دايما بنقول دايما كلمة مصطلح القرون الثلاثة الأولى، يعني القرن الأول الثاني الثالث، دايما القرون الأولى بنربطها بالثلاث قرون دي. لكن أنا حددت ان انا هشرح من القرن الاول للقرن السابع الميلادي، وانا هقول لكم ليه انا اخترت كده. ليه؟ لاني الثلاث قرون الاولى دي فترة بيسموها الكتب الفترة الاولى، لكن انا هسميها مرحلة الانتقال، انتقال من فن الفن، من فنون لفن معين. لان في الكلية عندنا جميع الفنون لازم تكون في مرحلة انتقال، ما اقدرش اسميها الفترة الاولى، كل الكتب مسميينها الفترة الاولى ومحددينها من القرن الاول للقرن الرابع. الفترة التانية مسميينها الفترة التانية، لكن انا كفنانة ودرست في كلية فنون جميلة هسميها مرحلة النضوج الفني. بيبقى كل فن ليه نضوج معين، ليه سمة الخاصة بيه، لكن مرحلة الانتقال هلاقي سمات فن اللي قبله لازم هلاقيها في الفن ده. ده شيء طبيعي في جميع الفنون، كل الفنون خدت من بعضها، وده بيعمل ثراء جدا في الفن بعد كده. لما يبتدي الفن يبقى الفن الخاص بتاعه وليه سماته، فبيبقى فيه نضوج فني. المصطلح ده مش موجود في كتب، لكن أنا بتكلم كفنانة. طيب أنا اخترت في مرحلة الانتقال اخترت بورتريهات الفيوم، حاجة بتسمى بورتريهات الفيوم ليها سمات معينة، واخترت فن البورتريه في مقابر البجوات، لأن مقابر بجوات كان ليها سمات فنية في فترة الانتقال اللي هي من القرن الأول للقرن الرابع. البجوات دي موجودة في الواحات الخارجة في الوادي الجديد، وكمان هستعين بنماذج من مقابر كرموز. كرموز دي في اسكندرية. هبتدي الأول ببورتريهات الفيوم. معلش لازم أقول نبذة تاريخية، عارفين ليه النبذة التاريخية دي بتفيدني بعد كده لما أقول لكم شوفوا الجزء ده، الجزء ده في الفن القبطي، لكن هنلاقيه بعد كده موجود في أوروبا، حاجات موجودة في أوروبا.
ليه؟ لان في جزء تاريخي هيوضح لي اتنقل ازاي والحاجات دي اتنقلت ازاي لاوروبا. بورتريهات الفيوم دي سميت بورتريهات الفيوم، هي جزء منها اكتشف في هوارة، هوارة دي موجودة في الفيوم. انا جايبة لكم اكزام من البورتريهات. بصوا عليها، دي مرحلة الانتقال، دي من ضمن الفن القبطي، يعني دي لان في كليات ما بيعتبروهاش فن قبطي، يوناني روماني بيدخلوا شوية، لكن ده فن قبطي، ده مرحلة انتقال، بخرج من فن فنون معينة زي المصري القديم. وفي مصطلح انا ربنا اداني الفرصة دلوقتي ان انا اشرحه، لما اجي اتكلم ما اقولش الفراعنة، اللغة الفرعونية، كل العالم وكل مش العالم، مش بره، في مصر هنا في كتير يقولك اللغة الفرعونية الفراعنة، المصطلح ده مش علمي، اما اقول المصري القديم، اللغة المصرية القديمة، ماشي. فهنلاقي في مرحلة الانتقال، هقول لكم بعدين انا خدت من المصري القديم ايه، وبورتريهات الفيوم دي خدت من اليوناني الروماني ايه. طيب البورتريهات دي كشف عنهم عالم اثار بريطاني اسمه باتري في هوارة بالفيوم، جزء كبير يعني وصل عددهم الى اكتر من 1000 لوحة من البورتريهات دي. رغم ان البورتريهات دي وجدت في اماكن مختلفة، وصلت من مارينا العلمين، انتوا عارفين العلمين شمالا، حتى اسوان جنوبا، يعني شوفوا موجودة في اماكن كتيرة قد ايه. كل ده فن قبطي، ده بعتبره فن قبطي، مرحلة انتقال. ووجدت في مدينة اسمها أنتينوبوليس اللي هي الشيخ عبادة بمحافظة المنيا. طيب الكلام اللي هقوله على اللي هقوله دلوقتي يهمني جدا، ان الفن القبطي ده وصل بره، كان ليه تأثير بره، فانا هشرح ازاي. ان لوحات او بورتريهات الفيوم دي وصلت الى اوروبا من مجموعة كانت في سقارة عام 1615 بواسطة واحد من أوائل الرحالة الأوروبيين اسمه بيترو ديلافال. فيبقى الفن القبطي أو بورتريهات الفيوم دي وصلت برا عن طريق واحد من الرحالة، وأنا بأكد على الكلام ده، الكلام ده مش قليل، هقول لكم ليه، في حاجات بعد كده هشرح لكم عملت ايه، اثرت ايه. واللوحات دي بقت مقتنيات في اشهر متاحف العالم، فوجدت على سبيل المثال في المتحف المصري طبعا عندنا في القاهرة، المتحف البريطاني بلندن، متحف برلين بألمانيا، متحف اللوفر بباريس، متحف المتروبوليتان وبروكلين بنيويورك، متحف مانشستر بإنجلترا، متحف بوشكين بموسكو، وغيرها ده في أكتر من كده، بس أنا اديت لكم نماذج قد إيه إن البورتريهات الفيوم بتاعتنا موجودة في العالم كله، الفن بتاعنا موجود منتشر في العالم كله، يعني حاجة كبيرة قوي، يعني إنها حاجة مش قليلة، ماشي. البورتريهات دي نفذت من القرن الأول للقرن الرابع، اللي هي مرحلة الانتقال اللي أنا سميتها، لأن أي فن من الفنون لازم يبقى فيه مرحلة انتقال. طيب اترسمت ليه؟ كان لازم المتوفى في كل أنحاء مصر الرومانية، انتوا عارفين الفترة من القرن الأول للقرن الثالث، الرومان كان الأباطرة الرومان بيحكموا مصر، فبالتالي شيء طبيعي ان الفن اليوناني الروماني هيبقى موجود في مصر بس بطعم مصري، انا بقولها بلغة عامية كده، عارفين يعني ايه بطعم مصري؟ كان لازم الأغنياء
هي في الأول كان لازم الأغنياء يكون ليه صورة شخصية يترسم له، لأن زمان التصوير مش زي دلوقتي. احنا دلوقتي كلنا حتى الأطفال يقدر يصور بالموبايل، لكن زمان كان الموديل يقعد والفنانين يرسموا لهم البورتريه. طيب طيب فكان بيترسم البورتريه ده على لوح خشبي او كتان. عايزه اقول لكم وانبه على حته ضروريه وهنشوفها بعد كده بالتدريج، ان مهم جدا الايقونه او الجداريه او اي عمل يخص الفن القبطي لازم يكون بخامات والوان طبيعيه، لازم كل حاجه فيه تكون من الطبيعه، فيها روح ربنا، لان ربنا خلقنا وخلق الطبيعه، خلق النبات. فمهم جدا، انا هقول لكم بعد كده انه ايه هي الحاجات الطبيعيه دي. لازم تكون كل حاجه فيها طبيعيه، ما تكونش مصنعه. يعني الوان الزيت اللي احنا بنستخدمه في الكليه، اما باجي ارسم بنقول الوان زيت، دي مصنعه لكنها مش حاجات طبيعيه. لكن زمان الفنان القبطي في كل اعماله نحت اي حاجه كانت لازم تكون من الطبيعه. من الطبيعه ليه؟ ده كلامي دايما اللي بقوله للطلبه. يعني هتلاقوا في حاجات من خبرتي ومن الشغل بتاعي، لاني فعلا الحاجه الطبيعيه فيها من روح ربنا. فهو لوح خشبي، الخشب ده بيجي من الشجرة، الكتان نبات الكتان، الحاجات دي كلها طبيعية. وكان فيها الطابع المصري القديم، وهقول لكم الطابع المصري انه كان دايما لازم يترسم للمتوفى. ده معتقد عند المصري القديم مش عند الفنان القبطي. انا بقول لكم ازاي احنا بناخد من مصر القديم، بس مش كثقافة دينية، كاسلوب فني. ده مهم جدا، لان في ساعات خلط في الكتب انه بيربط المعتقد الديني عند المصر القديم عند الفنان القبطي. لا، الفنان القبطي ليه معتقد هو ماشي فيه، لكن احنا خدنا الاسلوب الفني انه لازم كان يترسم لوحة للمتوفى، لان عند المصري القديم كان عنده معتقد ان الروح في العالم الاخر. هو دايما كان المصري القديم يهمه العالم الاخر اكتر مننا، ما كانش يهمه الحياة الدنيوية، كان يهمه السماء، كان يهمه انه يرضي ربنا. فمن اهتمامه بالعالم الاخر، وعشان الروح تتعرف على الشخص كان لازم يعمل له، يحط في التابوت، ادي التابوت كده، فيرسم الشخص المتوفى عشان في العالم الاخر الروح تتعرف عليه ويتم محاكمة الشخص. ده المعتقد عند المصري القديم. فاستمرارية انه لازم بيترسم، وخصوصا ان التحنيط، تحنيط الجسد استمر. يعني هو ابتدى عند المصر القديم لكن استمر كمان في مرحلة الانتقال في القرن الاول والتاني والتالت، وجدت مومياوات محنطة، فكانوا بورتريهات الفيوم ديا تتحط اللوحة بالشخص على جثمان المتوفى المحنط. انتوا عارفين التحنيط، يعني بتتحط مواد ان الجسد يحفظ شكل، او على يعني ان الجلد يبقى موجود، الضوافر، الشعر، زي المومياوات اللي موجودة في متحف الحضارة. لكن البورتريهات دي فيها حاجة اسمها طابع الفن السكندري. ايه طابع الفن السكندري؟ ايه الفن السكندري ده؟ الفن السكندري ده في بعض الكتب بتقول ان هو الفن او الانتاج الفني، الاعمال الفنية اللي موجودة في البلاد المصرية، يعني موجودة عندنا في مصر،
منذ تأسيس مدينة الإسكندرية، أسست وقت الإسكندر الأكبر، حتى نهاية حكم البطالمة. البطالمة جم بعد كده. طيب إيه طابع الفن السكندري ده؟ ده فن بيجمع بين حاجتين. هو عشان فن الطبقات العليا أو الناس الأثرياء أو الأغنياء كان لازم بيتعمل البورتري ده، فده فن رسمي لازم يكون فيه سمة مثالية. مثالية يعني إيه؟ يعني وأنا برسم البورتري ما أقدرش أعمل عيوب في الشخص، لأ ما يبقاش فيه عيوب. البورتري لازم يبقى مهندم ومنسق، فده بنسميها الطابع المثالي. فكان بيجمع بين الطابع المثالي اللي هي الأناقة، الشياكة، لازم هتلاقوا بعد كده في حاجات في الحلي والثراء والفخامة، ده سمة مثالية. وفي نفس الوقت هلاقي الفن الشعبي. يعني ايه فن شعبي؟ يعني اكثر واقعية. يعني في مع الفن المثالي في ايه؟ في واقع، انه لازم يعمل الشكل زي اللي قدامه. يعني هتلاقوا البورتريهات مختلفة لان الاشخاص مختلفة. ما عملش زي المصري القديم انه في، لان المصري القديم كان الفن مثالي لمواصفات معينة. فن البورتريه اللي من القرن الأول اللي موجود في بورتريهات الفيوم استمرت أساليبه الفنية كمقياس حقيقي للأسلوب الفني للأيقونة. يعني بعد كده هنشوف، أنا لسه في الأول، أنا لسه في مرحلة الانتقال، هوريكوا الأيقونة في الأسلوب الفني استمر إزاي. أنا ماشية واحدة واحدة، تمام؟ طيب طيب ايه الاساليب الفنيه البورتريهات الفيوم واللي استمرت في الايقونه؟ ان رسمت وجوه الفيوم جميعها على اسطح من خشب، لان هنلاقي بورتريهات على خشب، الواح خشب او قماش كتان. القماش الكتان ده بيتشد على الخشب وبيتحضر، يعني بردك ممكن نلاقي الاثنين. واحيانا نستخدم الاسلوبين، اللي هي ان الخشب بشد عليه الكتان واحضره وابتدي ارسم عليه. طيب هو استخدم اسلوبين، والاسلوبين دول بردك موجودين بعد كده في مرحلة النضوج الفني للفن الابجي. انا لسه في مرحلة الانتقال، انا لسه ما اتحركتش، بس انا بشرح بالتفصيل دلوقتي لان كل الحاجات دي استمرت بعد كده. اسلوب سموه التمبرا. ايه اسلوب التمبرا؟ يعني بيجيب الالوان الطبيعيه، يعني اجي ارسم هجيب الالوان. طب انا عايزه اثبت اللون، يعني اللون يبقى ثابت يقدر يعيش معايا. انتوا عارفين البورتريهات بشكلها دي موجود في المتاحف كما هي بنفس رونقها. طب بنفس رونقها، طب الفنانين عملوا ايه؟ استخدموا اسلوب التمبرا ده، انه بيخلط الالوان بحاجة اسمها وسيط لوني. وسيط لوني يعني ايه؟ يعني جيب البودرة الالوان اللي هي الاكاسيد الطبيعية، بتبقى بودرة كده، ويحط لها غيرة. الغيرة دي طبيعية من حوافر الحيوانات، او جيلاتين، او الصمغ اللي بيتاخد من شجرة، من شجرة الصنت بيطلع الصمغ. المواد دي لما بحطها على اللون مع صفار بيضة، يخلط كل ده مع البودرة الألوان، تروح مثبتالي اللون، تقدر تعيش معايا كتير. فلما استخدم الغيرة أو الصمغ أو الجيلاتين مع صفار البيض، فسميت الطريقة دي اسلوب اسمه ايه؟ التمبرا. في اسلوب تاني، ايه هو؟ في بورتريهات الفيوم. بس قبل ما معلش سامحوني، قبل ما انط للنقطة دي،
ان طريقة التمبرا هتلاقوا البورتري منطفئ منطفئ، يعني ايه؟ مش مطفي، مطفي فعلا لفظ جميل ده، مطفي. تلاقوا اللوحة مطفية مش بتلمع، والألوان مطفية. هو الأسلوب بتاعه كده. طيب ايه الأسلوب اللي يخلي ممكن ألاقي لوحات أو البورتريهات دي بتلمع؟ أسلوب اسمه انكوستيك. انكوستيك ده كان بيحط، يجيب شمع العسل، عسل النحل مع زيت الكتان. عارفين الفول لما بنقول عايزين فول بالزيت الحار؟ الزيت الحار ده اللي هو زيت الكتان، ماشي؟ طيب الاسلوب الجميل ده، على فكرة الاسلوب ده غالبية البورتريهات اتعملت بيه. ليه؟ لان خلط الالوان بالشمع، بشمع العسل، وبيعمل ايه بالشمع، سواء قبل ما يعني يدوبوا الشمع او بعد اذابته، هو كان الزيت الكتان بيدي لمعان وبريق، عشان كده كان غالبية اللوحات بالطريقة دي اللي هي الانكوستيك. طيب الشمع العسل بيعمل ايه في اللي بتخلي اللوحات تعيش ازاي، تستمر وعايشة لغاية دلوقتي ازاي؟ ان هم لاحظوا انه الشمع بيعمل عدم تغيير الالوان، يعني الالوان ما بتتأكسدش، ان مادة الشمع بتعمل عازل، بتعزل الالوان وتحميها من تأثير العوامل الجوية المحيطة، وفي نفس الوقت لا تصاب بالتشقق، يعني ما تتشققش. عارفين ليه؟ احنا مش دايما نقول ايه، هقولها بالطريقة العامية، الجلد لما يكون مقشف ويشقق نقول ايه؟ نحط كريم، حطه، بنرطب الجلد. طبعا انا هرطب القماش الكتان او الخشب ازاي؟ زيت الكتان، وما بتصابش بالرطوبة. الشمع بيعمل عازل، ما يحصلش ايه؟ رطوبة. الرطوبة انتوا عارفين بتبوظ اي حاجة، تمام؟ طيب طريقة الرسم، كان في الاول الفنان القبطي يرسم رسمة تخطيط سريع، يعني يرسم اوتلاين سريع، يعني يخطط الشكل. طيب يخططوا ايه؟ كان يا اما يستخدم في التخطيط اللون الاسود، وفي حالات نادرة يستخدم اللون الاحمر. بس كان بيستخدم اللون الاحمر ليه؟ عشان خاطر لو لقى ان الارضية اللون الاسود مش مناسب معاه، فيروح يستخدم ايه؟ اللون الاحمر، تمام؟ وكانت البورتريهات الالوان اللي كان بيستخدمها اكاسيد طبيعية، فكان بيستخدم للوجه، للوش والشعر، الابيض، الاسود، الاصفر، الاحمر، يعني بيخلطهم مع بعض. احنا في حاجة اسمها باليتة الوان، لما باجي الون مش بجيب اللون كده واروح حطه كما هو، لا، بعمل خلط، بخلط الالوان، ببقى عارفة ان انا اكون اللون ده ازاي، اللون ده اكونه ازاي، مش من الالوان الاساسية، لازم اخلط الالوان. فهو استخدم الابيض والاسود والاصفر والاحمر في خلط الالوان. طيب الابيض كان في بيجيبه منين؟ احنا قلنا كل حاجة طبيعية، يبقى الابيض لازم هيكون من حاجة طبيعية موجودة في الطبيعة. كان استخدم في العصرين اليوناني الروماني وعند المصر القديم، حاجة اسمها الجبس الابيض. الجبس الابيض هو عبارة عن مكون موجود في الطبيعة اسمه كبريتات. انا معلش هي هتبقى مصطلحات علمية، مش مشكلة، هقولها بسرعة. الجبس الابيض ده اللي هو كبريتات الكالسيوم المائي. طب الكبريتات ده موجود في الطبيعة،
يجيبه يحرقه وبعدين يضيف عليه مية ويحطها في الشمس لغاية لما تجف. واستخدم في العصر البطلمي كربونات الكالسيوم المائية اللي هو الجير الأسود. ليروي ده كاتب ومؤلف أجنبي قال إن المصري القديم كان بيستخدم الأسود من فحم الخشب، يعني الخشب لما يتحرق بيتعمل فحم كده، حتى احنا ما بنيجي نرسم بالفحم في الكلية تلاقي أفرع شجر كده، يعني الفحمة اللي بشتريها من المكتبة على شكل جزع صغيرة من الشجر، دي بتتحرق وبنستخدمها. هو خد منها اللون الأسود بأنه طحنه ماشي، طبعا بيضيف لها المواد اللي أنا قلت عليها اللي هي التمبرا والأنكوستيك، لأن في حاجات تانية بعد كده. طيب سبيرل ده واحد بردك قال ان المصريين استخدموا في الأسرة التانية مركب من معدن المنجنيز عصر عليه في بني حسن ماشي. طب فنانين الرومان هيجيبوا الأسود منين؟ من احتراق الأفران، يعني الفرن لما بتبقى فيه بواقي كده محترقة، أي فرن كده كانوا بيجمعوه ويطحنوه وبعد كده بردك يستخدم يتحط له المادة الغروية أو صفار يعني. فهي دي يعني شوف كله من الطبيعة، حاجات موجودة من الطبيعة اللي حوالينا. طب اللون الأحمر، اللون الأحمر جابوا منين؟ عصر على برديتين باللغة اليونانية في طيبة ترجعان إلى القرن الثالث والرابع الميلاديين، يعني نهاية العصر الروماني في مصر. فاتذكر في البرديتين دول ايه؟ انه استخرج من جذور نبات، الجذر بتاع نبات حناء الغول. انا حاولت ادور شكل حناء الغول لقيت الزهرة بتاعتها لونها ازرق، بس هما بياخدوا الجذور الجذر بتاع النبات ويجيبوا منه اللون الاحمر اسمه حناء الغول، ويسمى لونه بالقانت، الأحمر القانت. وفي أحمر استخلص من جذور نبات الفوة، يعني كلها حاجات طبيعية. طب اللون الأصفر بسرعة، راسل بردك واحد كاتب قال إن اللون الأصفر اللي استخدم في بورتريهات الفيوم سبب بالفحص، يعني فحصوا الألوان اكتشفوا إنها من حاجة اسمها المغرة الصفراء، جبارة عن موجود في الطبيعة في الصخور، أكسيد الحديديك المائي وحاجة. طيب ده اللون الأصفر. طب أنا عايزة أكون اللون الذهبي، ما هم كونوا اللون الذهبي، يعني استخدموا اللون الذهبي. بعد كده هوريكم في التيجان اللي كانت البورتريهات، ممكن يحطوا تاج على شكل إكليل الغار أو الحلي عقاد حلقان، هتلاقوه يا إما بيحطوا بيكونوا اللون الذهبي اللي هو من كابريتوز الزرنيخ ده، بيمزجوا اللون الأصفر الأوكر. أنا هو ده مصطلح اللون الأوكر ده عندنا، أنا عايزة عارفين درجة الأصفر اللي هنا دي اللي عند الرقبة ده بنسميه الأوكر، هو اسمه كده في الألوان. كانوا بيجيبوا يمزجوا اللون الأصفر الأوكر ده مع أبيض وأحمر ويدوني لون ذهبي أو يذهبوا الحاجة. لكن في بورتريهات استخدم فيها أوراق الذهب، أوراق الذهب نفسها، وكانوا طب كانوا أوراق الذهب دي طب يلصقوه، يعني يلزقوه ازاي على اللوحة؟ كانوا بيستخدموا بياض البيض، يجيبوا بياض البيض كده ويحطوه وهو ده اللاصق اللي بيلصقوا بيه ايه؟ ورق الذهب. يعني دي استخدم الطريقتين، ان هو يا اما يكون اللون الذهبي من الاصفر الاوكر. وحتى اليونانيين
حتى اليونانيين كانوا بيستخدموا الأصفر الأقر لتقليد الذهب، وزي ما قلت لكم استخدم في المجوهرات والتيجان والحلي، وكمان في زخرفة الملابس، بس ايه انا مش هذكر الملابس يعني عشان احنا في فن البورتريه. طيب بالنسبة لحجم البورتريهات الفيوم دي، الحجم احنا لو بصينا عليها هي بس عشان الصورة كده، لكن هي اي مشاهد يشوفها يفتكرها ان هي بالحجم الطبيعي، لا حجمها اصغر. جميع بورتريهات الفيوم حجمها اصغر من الحجم الطبيعي، يعني حجم الانسان الطبيعي حجم الراس. طيب ايه اللي بيخليني احس ان هي ان هي كانها حجم طبيعي؟ يعني هي بالايحاء كده، لكن الفنان انا هشرحها لكم بطريقه بسيطه مش بطريقه فلسفيه، لان كتب الفن كتير بتبقى فيها فلسفه، فلسفه الكلام الفني فلسفي، لكن انا هشرحها لكم كفنانه. ان انا حسب ما بقرب للموديل، يعني لو انا هرسم الاستاذه سناء، لو انا قربت ليها، لو رحت حطيت اللوح بتاعي وحرسم وقربت لها، فحرسم الراس بحجم اكبر من ولو انا هنا، انا هنا هشوفها في كادر اصغر فحرسمه بالحجم اللي هو اصغر. دي من ضمن البورتريه، شوفوا الاشكال مختلفه ازاي، يعني في هنا اللي هو زي ما قلت لكم الاسلوب الواقعي ان انا برسم البورتريه بشكله، لكن في نفس الوقت في اناقه، في كده مثاليه، حاجه كده جميله. ماشي طيب لاحظوا انه في حكايه الحجم، اذا كان حجم طبيعي او كده، لاحظوا مثلا هتلاقوا هنا في طفل، لاحظوا ان ممكن يرسموا الطفل بنفس مقاس مامته جنبه نفس الحجم، فده يدل على انه ده مش الحجم ايه الطبيعي. في عصر هادريان، الامبراطور هادريان، انه كانوا بيرسموا الفلاسفة بالطريقة دي وكأنهم فلاسفة مستغرقين في تفكيرهم. شعر السيدات بردك زي الاول، كان في الاول منسق، يعني بيبقى مجعد بس مترتب ومنسق كده، ما كانش فيه فورمة، لكن في القرن الثاني ابتدى يعمل فورمة. وانا ليه عايزة اقول لكم ليه الفورمة هنا، انتم مش ملاحظين هنا حاجة بنسميها ماري انتوانات، واحنا صغنانين يعملوا لنا ماري انتوانات. طب البورتريهات دي موجودة عندنا من القرن الاول الشغل ده، وبعدين البورتريهات دي سافرت راحت زي ما قلت لكم في الاول، الرحالة ودى الحاجات دي لاوروبا، لكن ماري انتوانات دي ايه قرن ايه، دي حاجة متأخرة جدا، يعني الفرم موجودة عندنا احنا. هي دي الحاجة اللي انا كنت، انا مش هشرح تفاصيل كتير، لكن ده التعليق بتاعي، ده مش موجود في كتب. حكاية فورمة ماري انتوانيت ان الفنان القبطي وحاجتنا احنا بعد كده ظهرت، لكن هي موجودة عندنا ايه من القرن الاول. بقى ايه السمات التانية اللي موجودة في مرحلة الانتقال، وحلاقيها في زي ما قلت لكم هستعين بمقابر البجوات اللي انا ذكرتها في الاول، دي مرحلة انتقال. ليه بقى؟ استمرارية لاسلوب الفن المصري القديم. في ايه؟ شايفين الراس اللي هي من الجانب بالبروفايل، شو راسم بالبروفايل، بصوا للعينين هنا، العينين هنا ايه كأنه من قدام زي المصري القديم، فاهمين انتوا بقصد ايه؟ تمام. ففي استمرارية انه رسم من الجانب لكن العينين زي المصري القديم. ايه تاني؟ انه استخدمت هنا بردك في البجوات دي في حجرة الخروج
بني إسرائيل وهم بيعبروا البحر الأحمر وجنود فرعون اترسموا كلهم بالجانب. طيب استخدم هنا إيه غير المصر القديم؟ المصر القديم كان ليه معتقد ليه فكرة، هنا استخدمه في الحاجة اللي فيها حركة، هنتحرك هنمشي احنا ماشيين في حركة معينة، فعبر عنها بإيه؟ بالبروفايل اللي هو الرسم الجانبي. دي الحاجة اللي كنت عايزة أأكد عليها. الهالة عايزة أقول لك في مرحلة ده، كل ده احنا لسه في مرحلة الانتقال، بعد كده هتبقى الموضوعات سهلة وبسيطة لأن أنا اديت لك فرشة الفنية كلها. بالنسبة للهالة في مرحلة الانتقال استخدمت الهالات، عارفين الهالة اللي بتبقى فوق حوالين الرأس، استخدمت ملهاش علاقة بالدين، يعني مش قديسين، لأ لقوا ان مثلا هيرودس، هنا هيرودس ده هيرودس في قتل اطفال بيت لحم اتعمل له هالة. هنا هنلاقي الملك شاول وحراسه اتعملت لهم هالة. طيب التفسير الوحيد لكده بس ودي اتذكرت في الكتب انه هو بيصور هنا لتمييزهم، بيميزهم بالعظمة بالقوة حسب الشخصية نفسها، بالعظمة إذا كان الملك هيرودس بالقوة ماشي. طيب تحديد الوجوه، يعني تحديد الوجوه دي وجدت من مرحلة الانتقال، هنلاقي دايما الوجوه أو الشكل بيحدد بكونتور، كونتور بتسميه كونتور، يا يعني إما بيبقى كونتور لونه داكن أو فاتح، هنلاقيها في البجوات في مقابر كرموز وبردك في بورتريهات. طيب الخط بس هو في مقابر كرموز والبجوات كان الخط المحدد بالأبيض، بيحددوا بالأبيض والأحمر وبلون داكن. تمام أنا طبعا كده بسرعة اهو. وده ليه بنحدد؟ أنا خدتها كده بال احنا لما بنيجي مش دايما من واحنا اطفال كده، اما اجي اكتب تايتل اكتب زي عنصر او حاجة كده لأهميته اروح حتى تحته ايه خط. فالتحديد ده يعني الاحترام، احترام وتبجيل الشخصية، ببجل دي مفهوم اخذ، لانه ليه انا احط ليه دايما بيبقى فيه تحديد اذا كان في ايقونات في اي حاجه اللي هو الكونتور المحدد. وصلنا لمرحله النضوج اللي هو من القرن الخامس للسابع. انا كده خلصت كلمت عن في مرحله الانتقال. حلوه قوي قوي ان انا اديت لكم فرشه دلوقتي، بعد كده هتبقى الموضوع سهل جدا، هتقدروا نفهم بسرعة ايه اللي حصل بعد كده. مرحلة وكل دي تسمياتي النضوج الفني، عشان احنا في مصطلحاتنا في الكلية لازم يبقى نقول ذكر مرحلة الانتقال ونقول ان الفن حصل له نضوج، وهقول لكم ايه هو النضوج الفني ده. هستعين بجدريات، جدريات احنا هنا اتكلمنا عن الخشب والكتان. طيب الجدريات يعني على الحائط، وكل دي حاجات كلها مهمة جدا، حتى الجدريات انا ممكن اقول ايقونة جدرية لان فيها نفس السمات، فيها الحاجات الطبيعية اللي هي من روح ربنا، دي حاجات مهمة كلها. لما اجي ارسم الايقونة ما اقدرش ارسمها بالوان زيت او الوان مصنعة، في حاجات استمرت معايا كله طبيعي. طيب الجدريات دي هستعين من القرن الخامس للسابع. ايه هو؟ من جدريات في قلالي كيليا. كيليا دي موجودة في الطريق بسرعة اللي بيربط الاسكندرية بالقاهرة، يعني بين دمنهور ووادي النطرون، منطقة كيليا هي ما بقتش موجودة دلوقتي. في جدريات هناك وهتكلم عنها،
واستعنت بردك بجدريات من دير الأنبا أرمية بسقارة. طب فين دير الأنبا أرمية بسقارة ده؟ عارفين هرم زوسر المدرج؟ الهرم الناحية دي احنا لما مشينا ناحية الجنوب، يعني الناحية دي، وفي طريق صاعد، طريق كده صاعد لهرم أناس، هرم اسمه أناس هنا في الحتة دي. واحنا طالعين الطريق الصاعد ده، يعني كده الهرم المدرج، هنلاقي مجموعة الدير بتاعت الأنبا أرمية في منخفض جنب الطريق الصاعد، يعني جنبه تحت هنا، والطريق بقى لوحده كده. تمام. طيب وفي جدريات من دير الأنبا أبولو ببويت. بويت دي 4 كيلو شمال غرب قرية بويت، 15 كيلو غرب ديروت. أنا بس ديروت فأسيو بس أنا يعني عشان تبقوا عارفين الأماكن اللي بتكلم عنها، محبش الدنيا تبقى كده. الأسلوب الفني، وده اللي يهمني، وأضفت فيه حاجة من دراسة التاريخ الفني، إيه هو؟ إنه أصبح فن البورتريه أكثر بساطة، ده نضوج فني وحنشرح إزاي، بعيد عن التفاصيل، فاستخلص الفنان الكوبتي البورتري المتبع سابقا إلى وجوه محددة، الشكل البيضاوي، الشكل الدائري، مثلث، عارفين إزاي؟ يعني ممكن الجبهة كده وهنا، فممكن يكون ده وجه مثلث، إنه دايما الحتة دي تبقى عريضة وهنا نزل على صغير، أو مربع، يعني حلاقي جميع الوجوه، يعني مش موضوع الوجه المستدير والكلام ده، لأ، كل الحاجات دي طلعتها من الأشكال والنماذج الكلامي ده من خلال رؤيتي للحاجات دي، عشان احنا في مرحلة النضوج الفني، ده مرحلة مهمة جدا، هو ده الفن القبطي بقى الأصيل اللي ولا تأثيرات ولا بتاع، ونشوف ازاي. تمام. وكمان هنلاقي الأعين، لسه الأعين واسعة. لما شفتوا انتوا البورتريهات بتاعت الفيوم، رغم ان هو بيعمل رموش، لكن هو استخلص، خد العين، وسعت العين، نفس البورتريهات لو بصيتوا هتلاقوا، هي بس لو قربنا اكتر هتلاقوا نفس الاسلوب بتاعها. والانف مستقيم والفم صغير. تمام. ظلال الوجه بقت مساحة لونية، يعني في ظلال، في ظل ونور، في فورم. البورتريهات الفن القبطي مش مسطحة، لا، في ضوء وظل وفي فورم، ما نقولش عليه ان هو مسطح، لا، في شغل فني. تمام. بردك استمر حكاية الخلفية الداكنة، مفيش تذهيب، يعني ما بحطش ورق ذهب او احط لون اوكر او كده، لا، كانت الخلفية دايما لون داكن، لون داكن او فاتح، المهم ان هي خلفية ملونة، ما كانش يعني في الجداريات اللي بترسم الموضوعات الدينية كان دايما الخلفية من ورا ما فيهاش ايه تفاصيل كتير وعبارة عن لون، ساعات كان بيتراوح من الاخضر الكاكي للبني الغامق. تمام. العيون الواسعة المشحونة بروحانية، دي ميزة الفن او مرحلة النضوج الفني، والمعبرة، هي مش عيون بصة كده، مش بصة لقدامها كده، لا، دي عيون معبرة، وحنشوف ازاي العين المعبرة دي مش سهلة انك ترسم عين معبرة، دي كلها حاجات صعبة في الرسم، اقدر انا عشان برسم اقدر احس بيها انها صعبة، دي حاجة مش سهلة. والحتة بقى اللي انا اضفتها من دراستي لتاريخ الفن، زي ما ذكرت موضوع ان فورمة الشعر اللي خدوها بعد كده اللي بنقول عليها ماري انتوانيت، في حاجة اسمها التعبيرية التجريدية،
نفس مواصفات الفن ده اللي ظهر في القرن العشرين ده موجود عندي في الفن القبطي. ايه الفن التعبيرية التجريدية اللي هي abstract expressionism ده في تاريخ الفن اسلوب ظهر في القرن العشرين في الولايات المتحدة وانتشر في اوروبا، وكانت نظريته ايه بقى اللي لقيتها اللي هي نظرية الفن القبطي؟ ان الالوان والخطوط والاشكال اذا ما استخدمت بحرية مش بتفاصيل، لا الاوتلاين بتاعتي في تركيب غير رسمي، يعني حاجة غير رسمية، حاجة مش محنكة، مش قدرت اوصلها لكم، يعني مش حاجة كده صارمة، لا تلقائية وبسيطة، الخط بتاعي بسيط وتلقائي، في حرية، تمام، بيكون اكثر قدرة على التعبير وابهاج البصر. لما شوفوا قد ايه، وكان من ابرز ممثلي اللي هم كانوا بيمثلوا الفن ده جاكسون بولك وهانس هوفمان. عايز اقول لكم ان ده اللي اتشرح ده موجود عندي من القرن، من الفن القبطي في مرحلة النضوج، ودي الجزئية اللي انا اضفتها بدراسة تاريخ الفن، تمام. يبقى التعبيرية التجريدية دي موجودة عندي من الفن القبطي. بسرعة بسرعة بسرعة، خلاص احنا خلاص وصلنا. تمام. طب هنبص بقى للسيد المسيح بسرعة. لما جم رسموا السيد المسيح في مرحلة الانتقال اللي هي هناك دي من كرموز، مرحلة الانتقال انا حطيتها جنب مرحلة النضوج الفني، يعني دي جنب اللي هي الحاجات دي، ان السيد المسيح في مرحلة الانتقال القرن الاول والتاني والتالت كان بدون لحية وشكله شبابي، عشان كان في العصر الروماني كان الابطال والشخصيات المهمة كانوا دايما يرسموها بالطريقة دي بدون لحية. وفي تفسير انا مش هقوله، مش مهم، بس انا هتكلم بسرعة على الاسلوب الفني. لكن بعد كده من القرن الرابع او من القرن الخامس في النضوج الفني ابتدى، خدوا بالكو، سيد المسيح يترسم بلحية وشارب وشعر كثيف والشعر مسترسل. بصوا ده الفن القبطي. ليه؟ احيانا بعض، انا لازم اكد على الكلام ده، ده مش موجود في كتب، احيانا يكتبوا يخلطوا الفن البيزنطي مع الفن القبطي. ازاي؟ اما يجي يشرح لي النضوج الفني ان السيد المسيح يا اما يبقى كأنه حزمتين، لان بتبقى حزمة كده وحزمة كده، ده كده ده فن بيزنطي، مخلطوش مع الفن القبطي، او يقول لك حزمة واحدة مربوطة لورا ده فن بيزنطي، انا ماليش دعوة فيه. لكن السيد المسيح لما يتعمل بايه؟ يتعمل الشعر سايب بحرية بطبيعية ببساطة، ما فيهوش قيود، فاهميني؟ بس هو ده الفن القبطي، عشان ما حدش يخلط بين الفن البيزنطي او الفن القبطي. دي تهمني جدا، انا مش هشرح تفاصيل اكتر من كده. اترسم الموضوع بصورة طبيعية، الام العذراء المرضعة، فن البيزنطي لا يمكن يرسم العذراء بهذا الشكل. هنا اترسمت السيدة العذراء المرضعة كأم طبيعية موجودة عندنا في الأحياء الشعبية، أو ده الشكل ده موجود. وحتى من وأنا طفلة، ما يجي أرسم، ما يجي يقول لنا موضوع الأمومة، على طول الشكل ده أعمل أم حضنة طفلة، تمام. هنا هنلاحظ، انا بس جبتها بالابيض والاسود عشان باين، بصوا نظرة عين الطفل، شوف التعبير، شايفين الجمال ده؟ الفن القبطي مش فن جامد، عارفين جامد يعني ايه؟ يعني حاجة اجريسيف، يعني حاجة كده ما فيهاش حياة، لكن ده فن حي. بصوا هنا الطفل والتعبير بتاعه، بصص على امه وهي
نظرتها التأملية. تمام، بردك هنشوف هنا فوق البورتريه بتاع البورتريهات دي، شايفين العينين عاملة ازاي؟ هتلاقي العينين بتتحرك لدرجة انه ممكن لو واحد واقف الناحية دي هيحس ان عينيه بصله كده، هيقف هنا يلاقي العين دي بصله كده، بتلاحق الشخص في حياة مش جامد، كان في حياة. ماشي، اللي فوق دول اللي هما بسرعة كده، الفنان القبطي رسم الفضائل على شكل بورتريه، اللي هما البورتريهات اللي فوق دي. الفضائل دي ذكرت في لحن الفضائل، في لحن اسمه لحن الفضائل، اللي هو اللحن ده بيذكر المحبة، الرجاء، الإيمان، الطهارة، البتولية، السلام، الحكمة، البر، الوداع، الصبر، طول الروح، النصر. أيوة هم 12 فضيلة. احنا قبل كده قلنا في مرحلة الانتقال كان الفنان بيرسم بالبروفايل يعني بالجانب، والعينين بإيه؟ بالمواجهة. كانوا هنا، بصوا بقى النضوج الفني، ان لما جه رسم دانيال رسمه ازاي؟ بالتروكار، اللي هو قلت لكم اللي هو ايه بين الامام والجانب، تروكار هو ده اللي بنسميه. بصوا للعينين هنا، رسم العين بالتروكار بردك زي الوش، ده نضوج فني، ما رسمهوليش مثلا بالمواجهة او بشكل تاني. شايفين التعبير؟ هو ده اللي ده كان يهمني ان انا اوضحه. لما جه رسم هنا، يا رب تكون واضحة من هنا، داود وجلياط لما جه رسم بالجانب في مرحلة النضوج الفني، ما هيجي يرسم بالجانب مش عشان يعبر عن حركة، في النضوج الفني استخدم الجانب لحاجة تانية، ان حط الاشرار او الاعداء من الجنب، هتلاقوا تحت جلياط شايفينه وشه، هو معلش الجدريات دي حالتها مش حلوة، فبصوا هنا اهو، بصوا هنا هو مش بالمواجهة، بصوا لداود هتلاقي وشه ايه، رغم ان الاتنين في نفس المستوى، عمل مين؟ عمل جلياط ده العدو، عمله بالجانب، لكن لما جه رسم دانيال قصدي داود رسمه بايه؟ بالمعجم. تمام كده، انا بالنسبة لي انا كده يا رب اكون وصلت المراحل اللي مشي في فن او فن البورتري. ماشي، شكرا، سلام. متشكرين جدا جدا دكتورة إيفلين على هذه المحاضرة المركزة اللي مليانة بالمعلومات الثابتة اللي تعتبر موثقة فعلا بعلوم الفن على الأخص فن البورتريه.